الطفايه دي الطفايه دي الطفايه دي مالها يا عم الطفايه بتاعتك دي يا ابو عمو؟ اما جينا من الصين ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه. والتحفه دي اما جينا من الصين برضو ب 25 عملناها صناعه محليه ب 5 جنيه. يعني معانا الوسيله الاساسيه ومعانا الوسيله الترفيهيه. الوسيله الاساسيه هي طفايه سجاير. يعني بتشرب سجاير ما بتشرب سجاير لازم ليك طفايه في البيت. ما بقولش كده عشان ابيع المنتج بتاعي ولا طالع الجدر عشان ابيع المنتج بتاعي ولا اشجع المنتج بتاعي. اي حاجه مكتوب فيها بكل فخر صنع في مصر شجعها، لان البلد محتاجه كده. محتاجين ان احنا نشجع الصناعات المحليه عشان البلد تطلع. بلاد كثيره طلعت بالصناعات المحليه والصناعات اليدويه دي. ومعانا الوسيله الترفيهيه. طبعا الوسيله الترفيهيه ما بقتش وسيله ترفيهيه النهارده، هي تحف نيش العروسه، لان العروسه النهارده بتقل حيطان البيت من بيت ابوها وهي طالعه. بدل ما تشجع الصناعه الصينيه ب 500 600 جنيه تحف للنيش، شجع صناعه بلدك وب 20 جنيه هتطير ورا تحف النيش. اسمك وفرت عمله لبلدك، وفرت فلوس في جيبك، وحلينا عقده الخواجه اللي مش عايزه تتحل في سنتكم البيضة دي. ده مثلا. ومعانا تحف للمكتب وتحف للنيش اللي فجر وعنطزه في مصر، بس في اي بلد تاني ما تلاقيش. امك واخوك وابوك يتداينوا بالالوف وانت في الاخر تركنيهم يا تحت السرير يا جوه الرفوف. معانا تحف للمكتب وتحف للنيش، وياكش ما يتكيش فوق راسك وعلى بيت ابوك وما تجيش. اي تحفه معانا ب 5 جنيه. ده بالنسبة لتحف النيش وبالنسبة لحاجة العرايس. وفي الآخر عشان تقول للعروسة ولا تقول للواحدة طلع حاجة من الدولاب ولا طلع حاجة من الحاجات اللي انت شايلها في الكراتين ما تطلعش. ده بند. البند الثاني الإشاعات اللي احنا بنسمعوها وأي حاجة بتصدقوها وفي ثانية بنشيروها. بنقول ايه بناء على ذلك؟ كفاية أنا قول وعيد وهري على الفاضي. ده الفاضي فينا عاوز يعمل نفسه رئيس جمهورية وقاضي وقاعد على الشاشات. وهاتك يا إشاعات واحنا نصدقوها وفي ثانيه واحده من غير ما نقدر نشيروها. دي مصر قامت ليه في ثانيه ندمروها؟ قوم يا اخي وكفايه كسل، احنا بلدنا حلوه بلد عسل. قوم وابدا بالعمل، بس قبل ما تبدا بالعمل خلي فيه حلم لمصر بكره، خلي فيه امل. قوم يا اخي خلينا صحبه، خلينا عزوه، خلينا لمه، خلينا نكيد العدو ونرعب من الخوف. يا مصري انظر بعينك وشوف. مش اي حاجه يا اخوانا نسمعوها نصدقوها على طول، ما كناش نتاكد من الخبر ما نشيروش. متاح يا مصر.